المشاركة حقيقة هو اعتزازنا بالزي الوطني الليبي ومحاولة إظهاره ونشره للعالم، لأنه يستحق منا اهتمام أكثر باعتباره من موروثاتنا التقليدية والتراثية، ونعمل بها على مجال السياحة ونهضة ليبيا. هو التعريف بالهوية الليبية، التعريف بالموروث الثقافي الليبي، التعريف بموروث الحضارة الليبي. ونعرف جيدا فعلا أن كل عام حقيقة يقام هذا للتعريف بالزي الليبي، لأن حقيقة بدأ السنوات الأخيرة وبدأت حتى هذه المدة بدأ هناك تدخل، لا أقول ثقافة غريبة، ولكن بدأت هناك من يتشبث حتى بلباس وثقافة الدول الأخرى. ولكن نحن للأسف، ولكن إن شاء الله يكون هي البداية فعلا لتعريف شبابنا بموروث الثقافي الليبي. اليوم لان اليوم هذا يعتبر كيف هو اليوم العالمي للزي الليبي، حبينا ان نحن نشاركه وان شاء الله نكون في احسن صوره ان شاء الله يا ربي.